بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي، أهلا وسهلا بكم. النهاردة معانا فيديو عن بيقدم امتحان من امتحانات لغاية نص الفصل الأول، والامتحان دوت لحد نهاية التوصيل على التوالي أو التوازي. فهنشوف الامتحان دوت مجموعة من المسائل والأسئلة، في الأول على شكل اخطر، بعد كده في سؤال نظري اللي هو ما هي العوامل التي تتوقف عليها كذا، واحد منهم المقاومة والتاني اللي هو مقاومة الموصل والمقاومة النوعية، وبعد كده ثلاث أفكار للمسائل، المطلوب فيهم المقاومة المكافئة، فعايز يحسب المقاومة المكافئة في الثلاث صور دول، ثلاث أشكال دول. لديك أربع مقاومات، الأربع مقاومات دول عايز يوصلهم بأربع طرق مختلفة، بحيث إن أول مرة تبقى المقاومة المكافئة أكبر مقاومة، واثنين أصغر مقاومة، وثلاثة تبقى شدة التيار أكبر ما يمكن، وآخر واحدة لما تكون مقاومة تساوي المقاومة المكافئة بتساوي قيمة R واحدة منهم بس. السؤال اللي بعد كده اللي هو مقارنة بين التوصيل على التوالي والتوازي، السؤال ده مهم أوي، بيتكرر كتير في الامتحانات. بعد كده في مسألة كمان، المسألة دي مجموعة من المقاومات موصلة والقيم بتاعتهم معروفة، وجايب فرق الجهد على واحدة منهم، وبعدين طالب شدة التيار الكلي وفرق الجهد على مقاومة منهم، وبعدين فرق الجهد الكلي، وبعدين المقاومة المكافئة. آخر مسألة بقى، هو ده مسألة للمتفوقين. المسألة دي متوصلة مجموعة من المقاومات متوصلة بالشكل ده، والمطلوب ان هو عايز المقاومة المكافئة بين النقطتين A و B.